عايز أكد دايما المعاني الأساسية اللي قام عليها برنامج واحد من الناس. واحد من الناس البرنامج اللي بيعبر عن مشاكل الناس، اللي بيحاول يشارك في حل يعني بعض المشاكل اللي بتواجه الناس من خلال أطر كتيرة جدا بنشتغل عليها، العلاج لغير القادرين، توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للي عاوز يشتغل ومش قادر يشتغل، تركيب الأطراف الصناعية عشان الإنسان يتحول من طاقة كامنة إلى طاقة عاملة، تجهيز العرايس والعرسان بكل يعني أنماطهم المختلفة طالما مش قادرين يتجوزوا، الإفراج عن الغارمين والغارمات. أنا بقول الكلام ده ليه بالخلاف العمرات اللي أعلننا عنها؟ عشان أقول وأكد على رسالة البرنامج. حتى توفير الشقق احنا بنوفره ان شاء الله باذن الله. كل ده عشان يبقى دايما تشعر ان الاعلام بالنسبه لك مش مجرد وسيله للامتاع فقط والاستمتاع، لكن هو ايضا مفيد بالنسبه لك وبيقدر يلبي احتياجاتك وطلباتك. فاهلا بيكم في حلقه جديده في واحد من الناس. قد أعلننا في البرنامج عن تقديم عدد من رحلات العمرة، واليوم سافر الفوج الخامس من سعداء الحظ الذين وقع عليهم الاختيار لأداء المناسك، وكنا بصحبتهم في طريقهم إلى المطار لنشاركهم سعادتهم، فحلمهم بالعمرة على وشك التحقق. في حلقة سابقة كنا استضفنا الأستاذ سامي إبراهيم الذي ضرب أسمى معاني التضحية والصبر في تربية أبنائه الثلاثة فاقدي البصر. زرعت فيهم أن أنتوا أفضل من أي حد حواليكم، أن أنتوا عندكم القدرة في العلم، أن أنتوا تكونوا أفضل من أي حد جنبيكم، لأنكم أنتوا لو حفظتوا كلام الله ربنا يحفظكم. أنت عامل أعظم مشروع، هؤلاء الأبناء الصالحين وحفظهم للقرآن الكريم ده أكبر مشروع وأكبر عائد إن شاء الله. الله ما نفسكش في حاجة؟ أنا نفسي. إيه نفسك في إيه؟ أنا نفسي وده رجاء مغربن أنه يجعلني خاتمات خير بأولادي دول، أن يكون سببهم دخول الجنة إن شاء الله. مش عاوز حاجة من الدنيا تاني. اسمح لي يعني اولا ما تعيطش، انا لو املك ان انا يعني اكرمك، لكن انا هعمل لك هديه اتصور انها اغلى الهدايا، اغلى الهدايا على الاطلاق. الهدايا دي المفروض ما تكونش لي، لكل امه انا عليها بشتغل. انت عارف انا هديك ايه؟ طيب مش عاوزها، انا عاوزها لامه لان امهم غاليه عندي جدا. طيب يا سيدي انا بهدي لك انت او امهم مني عمره. الحمد لله بفضل من الله يا الدكتور عمرو سابني، انا ومحمود واسماء واحمد كنا مع الدكتور عمرو الليسي اللي هم حافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى وكرمهم في يوم المعاقين. والدكتور عمرو جئني فعلا اجمل مفاجاه واحلى مفاجاه، وربنا يكرمه يا رب بزياره بيت الله الحرام. وانا الان الحمد لله خلصت الورق ونكون في بيت الله الحرام، وان شاء الله ندعو لكم هناك اجمل دعاء وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. فرحه مش سايعاني والله، حلم كان اي انسان يتمناه وربنا حققه له، والله ما صرفت جنيه، كل ده كان مجاني وعلى حسابه ومهم الشخصي، حتى الورق والله ما كلفني فيه اي مصاريف، حتى السياره حتى الرحله المطار ما كلفت فيها اي شيء. انا ارمله باخد معاش والدي 310، وكنت اتمنى ان انا اطلع عمره. انا قدمت في واحد من الناس واستجاب لطلبي، وديني راح عمره وهركب العربيه وراح على المطار ولبى لي طلبي، الله يبارك له، الله يكفي شر المرض. وشكرا يا دكتور عمرو، عمل لي الباسبور وقطع لي التذكره واداني فلوس، والحمد لله. بشكر واحد من الناس وعلى رأسهم الدكتور عمرو الليسي، والله يزيده، لبي لي طلبي وقف معايا، الله يزيده. انا كنت مقدمه في برنامج واحد من الناس، فهو يعني ربنا وفقني
والحمد لله وانا الوقت في الطريق الى المطار، ومتشكره جدا وبشكر الدكتور عمرو الليس. انا مش مصدقه خالص، والحمد لله الحمد لله ربنا استجاب الحمد لله، ومتشكره جدا.